راني نتكلم الوزير نتاع الرياضه لا راه يسمع فيا. الهديه اللي يعطيها لي يحلي كلوب النساء يديروا الرياضه هذه. الو الو كي نروح نحي كرموسر نصارى باللقافه طويله التليفون قومي في الدار كل شيء كاين دروك هي ما يعرفوش كيف صرا الحال وشنيا هي عشقة في البحر بلا بلوش عشقة فيها زيدي هنا مدام وراح وين لا عجوز يعني عجوز حريصة كانت على متابعة تفاصيل إعداد البورتري الخاص بها الذي كان من المقرر أن يبث خلال الأيام القليلة القادمة على قناة النهار. ليشاء الله أن تكون بذلك آخر إطلالة لها عبر قناة تلفزيونية. كل يوم كل يوم انا عندي نوض مع الصباح نشوف الريح نشوف الساعه كاين الريح نطل كاين الريح سيبون ماتريال تاعي وندخل ما حياتي هذه سبور. اخر مره شفتها هبط البحر اخر مره هبط البحر جا غارسون 77 الو كيسكو جو في خصا عندي خطا الشتاء هذه. الحرص ليس بجديد على بخت رمضاني صاحبه 68 سنه وهي التي اعتادت أن تقف عند كل صغيرة وكبيرة في حياتها اليومية من تناول وجبات صحية إلى ممارسة رياضة ركوب الأمواج وصولا إلى النجاحات والتوشح بالميداليات. الشي هذاك الشي الحلو مش مليح بزاف الماكلة مش مليحة بزاف ما كانش من 40,000 نقصوا الماكله غير بشويه ياكلوا النص وعندها ديابيتك عندها سكر هي تاكل حاجه غير الفوره تاكل البيض تاكل حاجه ترغب تاكلها. حبها للبحر والالواح الشراعيه وسعيها للمحافظه على لياقتها ورشاقتها قادها إلى المخاطرة أحياناً ووصل بها إلى الاختفاء دون عودة. جات ما راحتش هنايا كانت منا في كاري عند واحد في التوريق وبعد كرات دار هنايا وبعد كرات أنا دار. جات حوايج الملاحية بغتها ما عندها حتى مشكل مع واحد هي تضحك ما على بالهاش تقصر وهذه هي ما عندهاش يعني كاش واحد عدو ولا ما عندهاش. للقدر نصيب اختفت بخت عاشقة البحر فما عسانا إلا القول أن البلاء عابر سبيل والله رب كريم.